لكن فهم واحدة منهم اتهمت بالفابريكا. أي مش عارف كان سمعتوا الموضوع ولا كاميرا كاشي اللي ما موجود فيها الجو برو والبعض هبطوا تصور نتاع دي جو برو موجودين واللي كلها تتصور في وسط كهرباء والشوفور يمشي يمشي يهز هذه بتاع روف قال روف ما يكونش مني انا روف قال روف قال رسامي ودي صاحبي كرك هل متفقين انه كاميرا كاشي هذه كان فابريكا ولا توب زي ما قلت البودار المصنع نتاع السيارات لا اكد لنا وسيم قال من فابريكا لحظه ساعه باش كل واحد نعطيه 30 ثانيه نتاعو توب من فابريكا فلوب ماهيش من فابريكا واضح جدا اللي يهز توب معناتها هو مقتنع اللي هي من فابريكا امشي يا محسن واللي يهز فلوب معناتها هي ماهيش من فابريكا هوزها محسن خرا انا هك فماش هكا فما هكا وهكا في الكاميرا كاشي من فابريكا يا باشا انا حبيبي نقول لك وانت تعرف واضح باهي ترى هزوا خلينا نشوفكم كل الساعه تقريبا مجمعين ابار على محسن هكا وهكا مش فاهم روحه محسن لو نبدا من حنان هاي تلفيك فهم انت مفبر كما سامباتيك لو فخوك سي امبيونس بون انفون تاع قبل عجبتني انا لا فيغيتي سامباتيك مفبر علاش الاجماع وكل كل مره يخرج تصريح يقول لا ماهيش مفبر كان فهمتش عليه ديما باش يخرج يقولوا فابر انا نقول زازا قالت مش مفبر كان صحيح ما تعرفش مش باش باش ما يفتحوش معناتها باش العباد تقعد تتفرج واش هي باش ما لحظه مانيا بيا 30 ثانيه تاع ما يفتحوش رواحهم 30 ثانيه كل واحد بالنسبه اسال ميغال ومش يثبت الكره والله والله في وقتك حنان 30 ثانيه ميغال توب خلينا نحكيوا على الكونتوني يضحك باش بدهم تفهمين حتى باش يقولوا راه شدونا مفبركه مفبركه الكونتوني يضحك يعمل كيف الطفل هذاك اللي عنده يضحك ولا مفبركه انا بالنسبه لي نضحك لازم تضحك هذا ما ضحك ما نساش اما ما خويا ما تجيش تقول لي باش مفبركه مفبركه انا مشيت للبحيره وين قاعدين يصوروا في الكاميرا كاشي وصاحبي عندي فيديو تاو موجوده في تليفوني يصور في حلقه قاعده تتصور نتاع السيد لابس بالجبه ما غير ما نسميه بعكاز وصورهم وقدامه الكاميرا والسيد في باله وجاوا جماعه من جماعه كاميرا كاشي دقوا عليه الكهرباء وقالوا فسخ الفيديو قالوا ماليش فسخ هذه واحد بعث الفيديو وشفته وهذه الاولانيه مشيو للثانيه مشيت للكهرباء بيضة في البحيره الكهرباء البيضاء كل اللوجو نتاعها كيما العاب الاولمبيه ما غير ما نسميه الماركه ما قالوا الكاميرا هذيك اللي لاصقه تابع اكسسوار من الدار انا مشيت ونلقى الكاميرا ماهيش لاصقه أنا نتصور الضيف يطلع في كهرباء حاطين الكاميرا منه كاميرا منها يا إما هو ما يشوفش ونعرف شكون علينا في ذكر اسم كلموه وقالوا باش تمثل معنا كاميرا كاشي شكون من شنو؟ من مجال هذا الإعلام أنا نبهت في صحة رقعة العباد اللي اليوم تخرج وبصوت عالي تقول للتوانسة لا ما في باليش وماش كاميرا كاشي وما صارش وتكذب في الناس الكل تكذب في الناس الكل ألوغ لا فرانشمون ما كالكولو ما الرقعة فما ياسر حاجات تدل اللي في بالهم ساعة سامحني فما واحد يمشي للتصوير ما غير ما هزز حاجة بريزونتابل باش يلبسها انت ما عندوش فما واحد الكل هما كل كيف كيف فما واحد يطلع مثلا من قدام كلهم فرد ثنيه بين لك ولا وخاصه المراه ما تقعدش بعد الشوفير ساعه فما اي حاجه ان سو سون با تاي مهم هذا وحتى وكلهم والاغلبيه اغلبيه يمشوا واغلبيه يمشوا بكره واغلبيه يمشوا بكره ويجيونا حتى لهنا بسياراتهم ما يطلعوا زيدك زياده اخويا مين زيدك صغير هي الكاميرا كشيت احنا فن نهار احنا فن نهار هم نهار بنهار وقاعدين يسووا نهار الاول حصلوا الثاني حصلوا نفس الكره انا وليت كرا كهرباء بيضة حتى متعديه في الشارع فيها مرات تسوق نشك نفس السيد يسوق نفس الكهرباء وفي البحيره واحد بحيره اثنين واحنا مازلنا في الامور بكل صراحه العالم تفضل فبركت كاميرا كاشي وراس بنتي مم وعينيا وراس بنتي مم وعينيا لنهار فبركنا كاميرا كاشي لتمسيح لا اقسم بالله وراس بنتي قلت لك المره الوحيده اقسم بالله فما شكون فاق بينا وبدا يمثل وما تعديتش يفقنا بيه فما شكون والله بطل حصل المره في التمسيح كارت بونكير مده مدنا الكود المره اللي بعد في الطياره وصلت له انفورماسيون طلع في الطياره ورهابين ولا يضرب فيها معناه خاف من التمسيح مد له كارت بونكير في الطياره ولا يضرب فيه رهابي ما تعديتش فما اللي يوصل في الاسانسور تاع التمسيح فاق بها نحيناه واضح باه انا مانيش ضد فبركه الكاميرا كاشي اذا كان هي مفبركه والا حلقات مفبركه وحلقات لي لانه هي راه قبلت فبركه واحنا صغار واحنا نتفرجوا فما حلقات مفبركه رامز جلال كي يخدم صحيح فبركة عطي فلوس فبرك ويخلص مبالغ هامه الهدف من الكاميرا كاشي في العالم اجمع انه اللي يتفرج فينا يضحك ولا اللي يتفرج فيهم يضحك اذا كان هي وصلت ضحكه الناس
وصلنا الهدف. يعني علاش تخرج تقولي موجه فبرك؟ ذيك موضوع اخر، اما نحكي انا مش نكذب فبركت الكاميرا كاشي. واضح به. انا 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 مع ايمان الحق، معناها تو الهدف نتاع كاميرا كاشي ان الواحد يضحك، وهي بصراحه تضحك، معناها الكاميرا كاشي خفيفه وحلوه. تري سامباتيك، معناها تبعها وتشوف. يتمثل تولي تضحك راك. مش ما نعرفش شو اسمع نحكي لك، خلينا نحكي لك فما حاجات تتمثل وما تجيش تضحك. صحيح. لا لا ديما ديما كي تبدا حاضر باش تمثل. معناها انا بصراحه لا كي تتفرج في الكاميرا كاشي هذه ما نعرفش بيا، خليني نعطي رايي. مش نخرجوا على الموضوع. اي ميسيرش خلينا نعطي رايي. اللي لاحظت تخرج انا اللي لاحظته انها تضحك من بعد يمثلوا يسون دون الجو ما همش دون الجو، هذيك حاجه ثانويه، ولكن خفيفه فما ضحكه اذا كان متفاهمين. انا اللي قلقني كل مره يخرجوا يقولوا ماهيش مفبركه، ماهيش مفبركه، ما تعرفش علاش. هذا هو اللي قلق. ولكن موجودين لكاميرا كاشي في العالم. مازال عم حسن ما سمعناش. ولحظه برك في العالم الكل راهو لكاميرا كاشي. فما جانب لا لا فما جانب انه يكون مفبرك، فما جانب انك تتفاهم مع الضيوف نتاعك سكواد دي زارتيست والا ناس معروفين، لانه في بعض الاحيان تحط روحك في مواقف صعيبه برشا. كما قلت رامز جلال في 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 امريكا لا ميم شوز، يخلصوا يخلصوا ويصحوا دي كونترا قبل، لانه تنجم تدخل في حكايه كبيره برشا. كلمة برك للطفل اللي يمثل محلات تفل اي هذاك هلال نسيت شو لقبه ونسلم عليه ممثل شنو ياسر هو به اي عم احسن 30 ثانيه اي محلات 30 ثانيه انا بالنسبه لي نحب نحيي روف انت حصلت فيهم الكل انت انا حصلت بارك الله فيك جبتك في الكل اما لكن الطعم كنت نعمل كنت قسما بالله نلعب ب 20,000 واحد انا 20 قالوا جده في طنبك من علي جده قالوا جده يعني قالوا روح يا حبيبي انا اقصد اول مره نقول هاي اقعد والله كي تدود اقعد اسمع يا اخي يا سيدي عيطولي هذا عاد شهر ما يخرجش يمين وقتها والله شهر لا مصحح لا عيطولي هنا ما عقلوش خليني ساكت اسمع والله العظيم عيطولي جماعه وحب نصور معهم نلقى النذله هذا مو صاحبي هو نعرف ما يغشيش شميتها كار لا مش شميتها عمل سيلفي معايا قال سيلفي والابله خلف قلت له يعني شنو سايبه لي في الركاك هذا ودخلت انا نرى حد لابس يعني لبسها نتاع دار وبدات الكاميرا وخرج بن علي انا نلوش فرصه باش نكلم بن علي حتى في الافتراض انا يلزمني نبلغ مساج والحمد لله ومرت بسلام يا حبيب يا حبيب اي والسلفي استنى اقعد راي وبالنسبه لي الكاميرا كشي هي صناعه وخيال في ذات الحين وحاجه يعني واللي يتقنها الناس يعني شويه وعرفت شكون في السلفي الابله خلف عرفت على شكون نحكي الابله تحكي لي انا لا لطف عليك مالعشك احنا وحدنا مال عليك انت